أما بالنسبة لفوائد العسل هي كما ما ذكر في كتاب العزيز يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يمكن يستعملون بعضهم للعمليات، لقوا عملية كبيرة يستعملها للعملية. وأيضا يتميز العسل الدعني لاحتوائه على العلاجات الطبية، لأنه يحتوي على شمع طبيعي 100%. عن تغنوبل كثير، وفي الشركة عادوا برضو عسل جردان مشهور، عسل جردان عسل دوعن أحسن عسل كان على مستوى البلاد. عسل دوعن يمتاز إنه يتمي بحيويته، هو ذاك حتى لو هو نوعيته جيد دون يعني أقل، تمر السنة عليه تجي تحصله بعسل طرح وصل الشمع من عسل دوعن في علبة وطرحها، وهذا عصرت العسل من مناطق الثانية وطرحها بعلبة، ما تجي بتحصل ذاك السوس قد كله. لكن العسل الدوعني لا يمكن يتغير لا لونه ولا عصره ولا شمعه. طبعا هو دوعن قد يعني كما نقول يعطيك الجودة الأولى، يعني الدرجة الأولى، إذا 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 ما خلط أي عمل ثاني وكان خالص جودته ما يعني ما أعلى عليه. في الطبيعة إنه عسل دوعن يعني حاجة واحدة، إنه يعني العسل اللي ينتج بالكمية مثلاً مهما كانت جودته، هذه الطبيعة مميزة في عسل دوعن، مهما كانت جودته سواء كانت عالية أو خفضة، يعني إنه يعطي هذه الطبيعة حقه سنة السمان دور عليه وهو نفس ما يتغير لا لون لا طعم، تكون هو ذا هو ثابت حيته، جودته ثابتة حيته. يتميز عسل دوعن دائما بأنه الأغلى عالميا لعدة أسباب، منها اللي هو السبب والأول والرئيسي نقاوة اللي هو العسل وخلوه من المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية والعوامل اللي هي الوراثية، هي التحور الوراثي لم يصل بعد إلى دوعن عندنا في النباتات. وايضا يتميز العسل الدعني لاحتوائه على العلاجات الطبيه، لانه يحتوي على شمع طبيعي 100%. وبرضه يتميز العسل الدعني انه يكون هناك له رائحه وطعم يختلف عن كثير من الاعسال المختلفه في جميع العالم. في اشياء ثانيه اللي هي انفراد شجرة السدر في دوعن وعدم وجود أشجار منافسة لها وقت الأزهار، فهذا هو السبب الذي يجعل من عسل دوعن عسل نقي خالي من جميع أو يعني يكاد يكون خالي من كل أنواع اللي هي النباتات المخالفة لعسل السدر، والأخير واللي هو نقاوة شمع العسل في دوعن، لأن دائما النحال الدوعني صاحب الخبرة يصفي العسل قبل دخول موسم السدر من النحل لكي يقوم النحل بإنشاء أو بصناعة بعمل اللي هو أقراص شمعية جديدة وحديثة خالية من الأوساخ، وتكون نقاوة الشمع ولذلك الشمع مهم جدا ويستخدم كعلاج. بالنسبة لفوائد العسل اللي هو الدوعني بشكل عام أو العسل الحضرمي بشكل عام، هي كما ما ذكر في كتاب العزيز سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وحتى في العلاج، حتى في الحروق، هذا يشوف في الحروق مفيد العسل، متى ما واحد احترق ولا شيء دهنه بعسل.
يعملونها هذه الحين للجراحات الكبيره، في جرح عندك كبير ومثلا جرح عندك قوي كبير ويلقي وسخ وهكذا وعمليه وتاخر الشفاء حقه، ممكن تستعمل له العسل. العسل هذه اذا استعملت العسل فوقه يبس الجرح هذا ولا يمكن يخليه يقيح خلاص، ينهي، ما في قيح، الجرح ما يقيح ابدا خلاص. ممكن يستعملون بعضهم للعمليات، لقوا عمليه كبيره يستعملها للعمليه يسرع بالشفاء العمليه وتوسرها. ممكن يستعملون بعضهم اللي يستعملون البتر، اللي منهم ضمنهم واحد ابتر رجلهم هنا بعد البتر كان هذا، والارضيه هذا كلها كانت مقطوعه استعملنا للعسل، اللي هو اخوي ذا، انا ما هو احد انسان ثانيه عنده سكري وبترنا رجله من هنا. هذا الأرض، الأرضية راحت كلها، خبلت، شلها الدكتور كلها، طلع العظام هاي ما بقي لها، وما استعمل أنا بعدين غير العسل، نستعمل له عسل بس. الحمد لله الآن طلعت كل شيء محتامة، والآن قد يمشي على رجله. بالنسبة للخلايا المستخدمة في وادي دوعان، فهي تكاد تكون كل أنواع الخلايا المستخدمة سواء كانت القديمة أو الحديثة. كانوا يستخدمون عندنا الخزب، الخخار، الفخار، عرفت كيف؟ وإلى حد قريب عاد بعض الناس يحتفظون بها، يعني يشتغلون خاصة المعموديين ومناطق ذا يحتفظون بالخزب يعملونها. وبعدين سابوا لنا هذا الخلايا العيدان، هذا الخشب هذا سهل في الحمول، الفخار يتعرض للكسر والبهدلة ولا الفخار هو أصلا عندنا قديما في دوعان وفي حضرموت فخار. طريقة تخريب وقطف العسل من الخلايا القديمة تكون يعني بطريقة دخان، تستعمل دخان قليل معك والسكين، هذه تخرجها أقراص أقراص، تخرج أقراص عن طريقة الدخان، دخن النوب قليل وتسحب بالسكين، تقطع الأقراص وتخرجهم على واحد واحد، كل ساعة واحد 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 حتى ينتون. اللي هو شمع أبيض يعلب ويلقيع في علب، واللي هو شمع كده أسود أو بني هذا يرد صبه، تعطيه الفرازات. الآن يستعملون للفرازات الحديثة، الآن يطرحونه في فرازات الحديثة حق الخلايا ويفرزونه ويخرجون العسل من العيون السلاسية، ويبقى الشمع. يحاولون أنهم بعضهم يستفيدون منه، يعودون تصنيعه مرة ثانية، وبعضهم يعطي الأغنام ويعطي الحيوانات. توجد برضه الخلايا الحديثة، اللي هي خلايا اللي هي 8 إطارات لانجسترونث، و10 إطارات، وخلية رزيق، وخلية حضرموت المرنة، وكل أنواع الخلايا الموجودة في العالم موجودة عندنا مستخدمة. يوجد في حضرموت نوع هذا الجديد اللي هو يعني من اختراع الدكتور محمد مقابل، برضه من منطقة الجحي من دوعن، اخترع خلية يقولون لها خلية حضرموت المرنة، اللي هي توفق بين الخلايا الحديثة والخلايا القديمة، يعني بحيث ان الشمع تقوم هي الخلية بابنها، والاطارات
تطرحها لو بامكانك انت تفتح الخليه زي الخليه الحديثه يعني بامكانك تفرزها وتشوفها وتتفقدها تتبانها، ولكن الشمع يكون ما هو من عندك، الشمع من عند هي اللي تبني الخليه هذه. طبيعه النوب الشكل اللي تبغاه يربى فيه انت تطرح الشكل من عندك، سداسي ثلاثي رباعي اي 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 شكل تبغى بتربي فيه النوب اطرحه على شكله، وهو النوب يبني على الطريقه اللي توجهه عليها. لو لقيته مثلث يودي يلقي بناء مثلث بطبيعته. فاحنا عندنا يعني كمان تقول اللي اكثر ناس يستعملون له البلدي هذه الخشب المربع والخزف المدور هذه والخلايا الحديثه اللي هي الان بدأوا الناس يعني يتجهون الى لها خلايا حديثه لهذه الخلايا الحديثة بحكم أنها تسهل على النحال يقدر يكشفها ويقدر يشوف فيها يعني يتابع النوب أشي يلقي فيها. بالنسبة للخلايا البلدي يعني ما يقدر يشرف على النوب إلا من جنب واحد أو من جنب ثنتين، ما أشي اللي داخل معاه ما يقدر يحدده. موسم إنتاج العسل اللي هو موسم السدر هذا اللي هو الرسمي والناس اللي أكثر شيء اعتماداً عليه يعني النحال اللي أكثر يعني إذا توفق في الموسم هذا توفق وإن خسر يعتبر النحال خسران. هو موسم السدر هذا، موسم السدر هذه كل النحالين اعتمادهم على موسم السدر. هناك العسل السدر وهو العسل البغية وعسل السدر المربعي. العسل السدر البغية هو العسل الخرفي ويكون في شهر أكتوبر إلى نوفمبر. يأتي معنا برضو موسم ثاني اللي هو بعد السدر مباشرة يجي سدر، وإنما يسمى السدر المربعي، هذا نوع آخر من العسل، عسل مربعي وعسل بغية. اللي تكون يتغذى عليها النحل وينتج منها عسل، في أشجار يتغذى عليها النحل وينتج منها عسل، وفي بعضها يتغذى عليها منها أشجار، بعض أشجار يتغذى عليها النوب وهو أكثر شيء يعني ينتج يتكاثر عليها، مثلا يلقي حبوب لقاح وأولاد وهكذا يتكاثر عليها وتكون العسل الرحيق فيها قليل. فأنت الأشجار اللي ينتج منها العسل هي السدر درجة أولى، والسمرة هذه الدرجة الثانية، والمراعي برضه المراعي برضه اللي هي شجر الضبين والهذا اللي هي يقولون لها مرية الضبين والكتات هذه ينتج منها عسل بكثرة، وشجرة الصال برضه شجرة الصال هذه ينتج منها عسل. الصال هذا عسل يجي شجرة، تعرف شجرة الصال؟ شجرة الصال تجي زي الأصابع، زي أصابع طويل كذا، يوجد عندنا في دوعان ما في منه في المناطق، بس يوجد في مناطق شبوة هنا إذا أريد بس عايز إذا يبعد يمكن مناطق شبوة، والمنطقة الكبيرة اللي فيها تعز منطقة الدمنة هذه وما الدمنة يبدأ هو بعد العلب عندنا، وبعد ما انتهى العلب يعني دخول 12 آخر 11 يسبر الصال. عسل الصال هذا عسل زين جيد، نحن عندنا ما نتابعه، بس الناس هناك يتابعونه لأنه دول السدر يقولون هو حار وأبيض، يجي نوعه أبيض بس. بالنسبة لشجرة السدر صحيح زي ما ذكرت أن بدأت يعني تتدهور نوعا ما، وإنما في الآن يعني مساعي للحفاظ عليها بعدة طرق، أهمها اللي هو المحافظة على الأشجار المتوفرة لدينا في الوقت الحالي
بتقليمها ورعايتها، الرعاية الصحيحة وتوفير الماء لها. ثاني شيء زراعة أشجار جديدة مما يساعد على النمو اللي هو التغطية الكثافة النحلية التي تأتي من خارج المديرية. العسل طبعا زي ما ذكرت ان العسل له اكثر، يعني النحل له اكثر من منتج، من ضمنها اللي هو العسل وهو الاهم الذي يعني الواحد يربي النحل من اجله، وانما في اشياء ثانيه مثل اللي هو الغذاء الملكي والبروبلس وحبوب اللقاح، وايضا في حاجه يسموها ايش، سم النحل اللي هو عن طريق لسع النحل، والان بداوا في دراسات يستخلصونه من النحله وياتي على شكل عقاقير وادويه جاهزه لاستخدام العلاج. حضرموت لحد الآن يعني ما ننتج إلا العسل والنوب لحد الآن، يعني ما ننتج والله فيه الغذاء الملكي وهذه، بس هذه يحتاج مراعي يعني طوال السنة، إذا عندك مراعي طول السنة، مراعي قوية طول السنة تقدر تنتج غذاء ملكي، تقدر تنتج حبوب القاح، تقدر تنتج بروبلس، يعني أي أشياء كثيرة بتنتجها منه. لكن الآن عندنا إحنا يلا بالإمكانيات يلا هذه نحصلها ونحافظ على النوم. ماشي في دوعن، حتى السمره بدات تقل عندنا، بدات تنقرض، بدأوا يكسرونها، بدأوا يلقون اراضي، حد يكسر سمره، بدات تنقرض سمره ما هي ذاك. اما العلب دوعن لا باس به، وهذا السنه الموسم انا ارى لي يمكن اللي حق 10 سنين اشوف ان الموسم هذا السنه طيب، لانه في سيول جت امطار اكثر وتشوفها حتى انت. العام هذا برضه المنطقة كانت مسلسة عندنا ماشي بها، ونعمل من الموسم هذا قاع زين، ولو انه في امطار يطلع قاع يسوي توالد النوب منها، يفط العسل ياكل العسل يشفط ويذرع. بعضهم متشائمين قالوا النوب يمكن يلقي له عيال وما عيال، قلنا القاع عيال مكسب واللي قاع عسل مكسب، كله خير من ربك، من ربك يعني. عندنا أول شيء الأساس هو البغية هذه اللي هو حق السدر، عسل السدر هذه، وسمرة برضه عسل السمرة يجي، والمراعي يكون إذا في برضه عدو ينتج اللي يجي له مرية، يقولوا له المرية عندنا إحنا عسل المرية، يقولوا له عندنا المنطقة هذه تلقى بعض الأحيان تزين اللي هي أشجار الضبين والكتات، كتات أشجار كتات وضبين في الجبال هذه عندنا فوق، هذا برضه عسل يقولوا له مرية برضه، إذا زانت هو تجي يجي التزهير حقها مع شجرة السمرة، يعني يخلف قليل حاجة يفرق بينها أنا وياها 20 يوم هكذا أو محورها 15 يوم هكذا يجي مع السمرة اللي هو هذا شجرة الضبين والكتات. بالنسبة للتسويق في دوعن بشكل عام أو في حضرموت بشكل عام، تسويق شخصي، لا يوجد جمعيات تستقبل ولا يوجد يعني مصانع تعليق، كل واحد يسوق عسله شخصيا حسب ثقته وحسب معارفه ويباع يعني في الأسواق العامة. والله يا ولدي سوق حضرموت عندنا سوق كبير في حضرموت، خاصة في القصر سيون، أنت تعرف الكلام هذا، وتريم عندكم محلات شفتها. العسل البغي هذا زين، اعتقد انه يسوق خارجي يعني، ما ياكلون الناس اللي اقليه هنا لانه غالي، يسوق اغلبه بالخارج، يرسلون اصحاب المحلات يسفرون، حد يبيع للسعوديه وحد الى اندونيسيا وحد الى دول الخليج يجيب حاجه. وعندنا لا يبيع مراعي المناطق الشماليه، اصحاب الشماليين يشترون مراعي كثير
يسحبون مراعي كثير. شوف العسل يختلف، هذا النوم لا تقدر تقيس عليه، هذا ملك ما تقدر تضبط معه شيء ابدا. وربي قال يخرج من بطونها شرابا مختلفا الوانه، ما قال لون واحد يختلف لك. بعض النوم يلقي لك عسل طيب بجنبه في مزله في خانه واحده، وبعض يجي عسل كذا مسود ولا شيء. سبحان الله. في نحل يكون يعني هاوي يلقي عسل اكثر مما، وفي نحل بعضه يكون عسله قليل، ما هو يختلف عن ثاني بالثانية. حتى الجودة نفس النوب في منطقة واحدة تحصله، تحص النوب عن النوب يختلف، بعض النوب جودته تكون أحسن من النوب الثاني. هذه يعود لفصيلة النوب تقريبا، الخلايا اللي هي النوب اللي هو أحمر بلدي هذه يكون أحسن، يكون عسله أجود من الأنواع الثانية. وبعض أنواع قلت لك تختلف هكذا، يختلف باختلاف النوب، ويختلف باختلاف المناطق. يعني العسل برضه يختلف باختلاف المناطق، المناطق لما المنطقة لما تكون فيها رطوبة زايدة يكون عسلها خفيف ويكون جودته أقل. المناطق اللي تكون عندنا حافة وهذه يكون عسلها ممتاز وجودته أعلى. طبعا أكيد أول شيء مسلم به أنه رزق بيد الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للنحالين جنب بعض وكل واحد يحصل رزقه، يعني ممكن واحد يحصل يعني وفرة في الانتاج وبعضهم يحصل قليل في الانتاج، فهذا رزق مقسم من رب العالمين يجب أن الواحد يرضابه طبعا، هذا اللي له. ثانيا على جودة أو إدارة المنحل بالشكل الصحيح، كلما كانت إدارة المنحل بشكل صحيح كلما كان إنتاج العسل أوفر وأفضل. وبرضه بعين هنا يلعب دور في عملية اللي هو تخزين العسل وتعبئة العسل والثقة من الشخص، الشخص موثوق عسله، هذا كله يلعب دور في فرق العسل. العسل يتكون أكثر شيء طبعاً من الكربوهيدرات، وتمثل نسبة يعني عالية تكاد تصل إلى 82% من الكربوهيدرات. والسكر يتكون أيضاً من البروتينات والأحماض الأمينية والماء، ويكاد يعني يكون خالي تماماً من الدهون. طبعاً العسل لا يوجد فيه دهون سواء مشبعة أو غير مشبعة، غني بالفيتامينات والمعادن والأملاح. طبعا يتم فحص العسل من قبل ذوي الخبرة بثلاثة أشياء، اللي لون العسل وكثافة العسل ورائحة العسل. أصحاب الخبرة طبعا يكون لهم يعني أشياء معينة يعتمدون عليها في تسعير أو في تقييم نوعية العسل. مواصفات العسل الجيد هي الأول اللون. اللون ما يعني ما هو ربي قد قال من لون ما نجادل فيه، لا في لون في لا اسود ولا احمر ولا ابيض. اشقر يجي الاشقر يحبونهم الاشقر، هنا الاشقر العسل الدوعن الاشقر ما هو له مسود ولا هو مبيض جم، لو كان مبيض جم سكر، وانه اسود جم مراعي. لكن النوع اللي هو اشقر يجي اشقر عروه برتقالي كذا، الكثافه حقه يكون كثيف ما يكون خفيف، يكون كثافته قويه
تحصله زي الرائحة قوية، رائحة السدر تكون فيها قوية، مجرد ما يعني على طول مجرد ما يفك القلن أنا تشوف تروح الرائحة، تكون رائحة السدر قوية فيه، الطعم برضه يكون طعم قوي فيه. هذه بتتميز بهذا المواصفات. نحافظ على سمعة العسل الدوعني من خلال الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الجروبات وعن طريق اللي هي المواقع الإلكترونية، يكون في موقع إلكتروني مثلاً خاص بالعسل الدوعني لمن أراد يكون باللغة الأجنبية واللغة العربية بأكثر من لغة كي يتعرف كل الناس في أقطار العالم على العسل الدوعني وفوائد العسل الدوعني وأهمية العسل الدوعني، لأن الآن بدأت الناس تنتج عسل في أكثر من دولة، منها في النرويج، منها في أوكرانيا، في عسل الغابات السوداء وكثير أنواع من العسل تنافس العسل الدوعني، وبل في أعسال موجودة يعني مش ما لها علاقة بدوعن وتسمى بالعسل الدوعني، وهذا لأنه إيش تركنا المجال بعدم وجود علامة تجارية خاصة وشهادة فحص لكي تمنع عملية الغش والانتحال اللي هو اسم عسل الدوعن.